تعالوا هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا قومي كثبت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد الغادو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها نور العفو عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد شكرا 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 أحبائي مرحبا 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 عمو يزيد دائما سعيد باستقبالكم وانتم ماكم فرحانين برافو أحبائي برافو 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 عمو يزيد تاني وفرحان بكم بزاف 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 وانتم يا أحبائي لكم شوفوا فينا وحبيتوا تحضروا وتفرحوا كما أصدقائنا اليوم حاضرين هنا ما عليكم إلى توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار شارك في حصتنا بهذه الطريقة إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني مرحبا بك إذا أحبائي لما تشاركوا في الحضور في حصة مع عمويزيد عليكم بشوية على الصبر لأن التسجيلات كثيرة وعمويزيد يحبكم كامل وحب يجيبكم للحصة أحبائي تعالي بنتي روحي روحي الشابة روحي روحي بنتي واسمك بنتي لويزا وين تسكني لويزا سي مصطفى بومرداس في سي مصطفى وي جميلة بومرداس فيها شواطئ جميلة والبحر والعطلة تعرضونا برافو قريتي مليح بنتي وي شحال جبتي معدل 9 على 10 الله يبارك برافو برافو بنتي برافو 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 تعالي بنتي روحي روحي الشاطرة أروح قدامي منا واسمك بنتي؟ اسمي غزلين شحال في عمرك غزلين؟ 10 سنين 10 سنين قريتي مليح؟ شحال جبتي معدل؟ 8 فاصل أوه 8 أكثر من 8 الله يبارك برافو برافو بنتي برافو برافو الشاطرة تعال وليدي أروح أروح ولدي واسمك ولدي؟ سامي سامي واش راك سامي؟ لاباس؟ شحال في عمرك سامي؟ 8 سنوات 8 سنوات شحال جبت معدل؟ 8.5 8.5 برافو 8.5 برافو برافو سامي ولدي تعالي بنتي روحي أروحي أروحي الشاب أروحي واسمك بنتي؟ بيسان وين تسكني بيسان؟ في ولاية مفتاح في حي الخضرة مدينة مفتاح مدينة مفتاح ولاية البليدة حي الخضرة الله يبارك الله يبارك شحال جبتي معدل بنتي؟ 8.5 برافو الشاطرة برافو برافو بنتي عمو يزيد يحب اللي يقراو مليح واش حبي تقولي تعال تعال أروح أروح تعال يلا واسمك وليدي؟ آدم آدم شحال في عمرك آدم؟ 5 أيام 5 شهور 5 سمانات شحال 5 وجن 5 سنين 5 سنين برافو شاطر الله يبارك وين تسكن وليدي؟ في الجزائر في العاصمة برافو برافو وليدي برافو 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 أحبائي في هذه الفترة هذه كاين أيام عالمية مهمة يوم 27 سبتمبر هو اليوم العالمي للسياحة على بالكم أحبائي السياحة مهمة جدا في اقتصاد الدول والثقافة الجزائر زاخرة بالسواحل بالجبال عندنا كذلك السياحة الصحراوية تيميمون بني عباس طمن راس جانات واتسوف الجلفة غردايا عندنا والسواحل تاع الجزائر جميلة جدا 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 عندنا حتى السياحة في الهضاب العليا يا أخي أحبائي إذن يوم 27 سبتمبر هو اليوم العالمي للسياحة يوم 1 أكتوبر هو اليوم العالمي للموسيقى تحبوا الموسيقى؟ عمو يزيد أودي لكم واحد المفاجأة بهذه المناسبة تاع اليوم العالمي للموسيقى كاين يوم عالمي نحبه بزاف يوم 2 أكتوبر هو اليوم العالمي للا عنف على بالكم عمو يزيد ما يحبش قاع العنف أنتم تاني يا حي ما تحبوش العنف إذا لازم دائما ندوا بالعنف ما نحبوش العنف نقولوا لأصدقائنا وكامل لازم نتكلموا غير بالعقل ولازم نتفاهموا غير بالعقل بدون شجار بدون عنف أحبائي يا أخي حتى نعيشوا في سلام يا أخي جميل جميل وش رايكم نروح ونستقبلوا بريد الأطفال
استقبلوا بريد استيقاظ الأطفال اللي بعتوهن عبر موقع الإنترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. شكون اللي جبنا البريد؟ ساعي البريد. إذا استقبلوا معايا جنلوا ساعي البريد. تعالوا لي. أروح تعالى. مرحبا يا أطفال، مرحبا عمو يزيد. مرحبا. وش الجليل؟ لاباس؟ كاين شويه البراوات اليوم تاع الأطفال؟ نعم. إذا جليل أصغر ساعي بريد يجيبنا رسائل، يجيبنا رسائل أصدقائنا الأطفال. إذا جليل دعنا البريد في علبة البريد باش من بعد عمو يزيد يقراه، وأنتم ثاني إذا حبيتوا عمو يزيد يقرا البريد تاعكم ما عليكم توجهوا الموقع الإنترنت عمو يزيد.com بالضغط على زرار أرى وملاحظات. أحبائي تحبوا الألغاز؟ مع السلامة والهدايا. مع السلامة، مع السلامة جليل، مع السلامة. والهدايا؟ لغز اليوم يقول، راح نعطيكم لغز سهل ولا صعيب تحبوا؟ سهل. تحبوا صعيب؟ شكون يحب الصعيب يرفد يدو؟ شكون يحب السهل يرفد يدو؟ داكو. لغز يقول: أنا لا أتكلم إلا حينما أشبع، وأنطق دائما بالصدق، ولكني عندما أجوع لا أنطق بالصدق، لما أجوع أنطق كذبا، ولما أشبع أنطق بالصدق. من أكون يا ترى؟ إذا فكروا في اللغز لغاية نهاية الحصان، أنتم أصدقائنا لم يشوفوا فينا يقدروا يجاوبوا على اللغز عبر موقع الإنترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار جاوب على اللغز بهذه الطريقة. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة. ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني، والجواب على اللغز. حد سعيد. فكرتوا في اللغز على بالي بلي شاطرين، إذا فكروا في اللغز لغاية نهاية الحصة، وإحنا نروحوا دركا نكتشفوا مع سمية محداد بنتي شخصية اليوم هو أبو تشفين الأول. إذا تحية 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 سمية، تفضلي بنتي تفضلي. إذا تفضلي تفضلي سامية بنتي تفضلي 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 تفضلي. مرحبا يا أطفال. مرحبا. أبو تاشفين الأول. أبو تاشفين ابن أبو حمو موسى الأول، هو خامس ملوك الدولة الإيرانية، حكم من عام 1318 ميلادي إلى غاية وفاته. وصل السياسة توطيد سلطة بني عبد الوادي التي بدأها والده ليأخذ منطقة وادي الشلف والقبائل الزناتية المجاورة له توجين ومغراوة. تحكمت الدولة الزيانية في عهده على عدة موانئ، وأهم السبل وطرق القوافل العابرة للصحراء، كما أقام علاقات مع مملكة أراغون ومايوركا. تتمكنت الإمسان من الاستحواذ على التجارة من جنوب إلى شمال البحر المتوسط، وقد امتدت دولته من مدينة تونس العاصمة وضواحيها شرقا إلى وادي ملوية غربا بالمغرب الأقصى. بلغت في عهده القوة العسكرية لبني زيان أشدها، وقد بنى المدرسة التاشفينية في عام 1327 ميلادي بالقرب من الجامع الكبير في تلمسان التي دمرها الاستعمار الفرنسي سنة 1873 ميلادي لبناء دار البلدية في موقعها. توفي في عام 1337 ميلادي رحمة الله عليه. برافو 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 سامية، برافو برافو سامية بنتي. أبو تشفين الأول هو من الدولة الزيانية التي كانت في مدينة تلمسان المقر تاعها، وحتى الآثار الموجودة في مدينة تلمسان تدل على الحضارة اللي كانت فيها الدولة الزيانية وكامل. إذا أحبائي إحنا نعتز بتاريخنا وبحضارتنا الجزائرية دائما. أحبائي تكلمنا مقبلة قلنا يوم أول أكتوبر هو اليوم العالمي للموسيقى، واش رأيكم؟ تعرفوا النوتات الموسيقية؟
دو ري مي فا صول لا سي دو. برافو. إذا عمو يزيد لكم أغنية جميلة قل فيها دو ري مي فا صول لا سي دو معروفة عبر الأزمان. تغنوها معايا؟ يلا نغنوها مع بعض. خلوا صديقي هنا. يلا نغنوها مع بعض. صولا سيدو معروفة عبر الأزمان، فبها نغني نحن ونشدو كم تحلو بها الألحان. دوري مي فا صولا سيدو معروفة عبر الأزمان، فبها نغني نحن ونشدو كم تحلو بها الألحان. دوري مي فا صولا سيدو دو سي لا صول فا مي. تلحن بها الكلمات فبها نميز كل مقام وكذا طبقات الأصوات. هي سرها الأنغام وتلحن بها الكلمات فبها نميز كل مقام وكذا طبقات الأصوات. دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول فا مي. خطوط مرسومة بطول يدعى السلام الموسيقي ويبدأ بمفتاح صال. نكتبها على الورق بخطوط مرسومة بطول يدعى السلام الموسيقي ويبدأ بمفتاح صال. دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول. لا تنساها واحفظها وإن كنت حقا شاطر فهيا معي نرددها. فاذكرها وتعلمها لا تنساها واحفظها وإن كنت حقا شاطر فهيا معي نرددها. دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول فا مي ري دو. دو ري مي فا صول لا سي دو معروفة فبها نغني نحن ونشدو وكم تحلو بها الألحان. برافو 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 أحبائي. فإن كنت حقا شاطر فهيا معي نرددها. دو ري مي فا صول لا سي دو. برافو برافو أحبائي. النوتات الموسيقية هي سرها الألحان وتلحن بها الكلمات. يا أخي أحبائي تحبوا ألعاب الخفة؟ اليوم جبت لكم عمو جوجو من مدينة واد سوف وتحياتنا لكل سكان ولاية ومدينة واد سوف. إذا عمو جوجو في ألعاب الخفة. تحية لعمو جوجو. تفضل 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 عمو جوجو تفضل. إذا تحية تحية لعمو جوجو تحية تحية.
برافو 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 عمو جوجو، برافو برافو. عجبتكم العاب الخفة؟ اذا برافو العمو جوجو اللي جانا من مدينة واتسوف، وتحيتنا لكل سكان ولاية ومدينة واتسوف الاحباء الاحباء. مدينة سياحية بمناسبة اليوم العالمي للسياحة يوم 27 سبتمبر احبائي، نحييو سكان ولاية ومدينة واتسوف اللي عندهم دور كبير 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 في السياحة الجزائرية. أحبائي نروحوا دركا في فقرة هل تعلم، نكتشفوا معلومة جميلة مع فرح. إذا تفضلي بنتي، تفضلي فرح. مرحبا يا أطفال. مرحبا. هل تعلموا أن عدد البكتيريا المتواجدة في الجسم الإنساني أكبر من خلاياه؟ برافو 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 برافو. أحبائي على بالكم البكتيريا الموجودة في جسم الإنسان أكثر من عدد الخلايا، لذا دائما لازم النظافة، لازم غسل الأسنان، غسل الأيدي. أحبائي يا أخي دائما 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 كاين واحد الفقرة أنا نحبها، أنتم تاني تحبوها، فقرة الحكاية. تحبوا الحكايات؟ عمو يزيد راح يحكي لكم اليوم حكاية الأفعى الخبيثة. إذا يلا إذا أحبائي كما وعدتكم راح نحكي لكم حكاية الأفعى الخبيثة. واحد النهار في واحد الشجرة كان زوج من الغربان، غراب والزوجة تاعو، كان عندهم واحد العش في واحد الشجرة فوق هكذا، كانوا عايشين عايشين لا بأس. بعد واحد النهار جات واحد الأفعى دارت الجحر تاعها في هذيك الشجرة، سكنت هذيك الشجرة كذلك. زوجة الغراب راحت عنده قالت له هذه الأفعى اللي ساكنة لهنايا، قالها الله غالب أنا ما عندي ما ندير لها، قالها هذه الأفعى اللي ساكنة هنا كيما أنا ساكنين حنا. هي كانت خايفتها. روح يا زمان روح يا زمان، واحد النهار هذيك زوجة الغراب ولدت البيض، ولدت البيض كان في العش هكذا، ومن بعد هما راحوا طاروا باش يجيبوا الأكل وكامل هذيك الزوج تاع الغربان، كي رجعوا سبوا الأفعى هذيك كلات هذاك البيض. تقلقوا هقول كيفاش درك درنا فيها الثقة، هذه الأفعى الخبيثة كيفاش كلات لنا ولدنا وكذا، ما قدروا يديروا لها والو، كانت أفعى خبيثة وكبيرة. من بعد روح يا زمان وقت مضى، عودت هذيك زوجة الغراب ولدت بيض واحد اخر. قالها الغراب قالها لازم نعسو، ما كانش ما نروحوش في زوج نجيبوا الاكل، يروح غير واحد وتقعدوا تعسوا هذاك هذاك البيض هذاك. قعدوا يعسوا فيه بالداله، يعسوا 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 يعسوا، ما قدرتش هذيك الافعى تقرب منه حتى فقس البيض وخرجوا منه فلالس. قعدوا هكذا وهذيك الافعى واحد النهار جاعت حبت تاكل هذيك الفلالس، جات تجري هكذا باش تاكل الفلالس، ومن بعد بدات تعيط هذيك زوجة الغراب تعيط تعيط تعيط. جاوا الحيوانات، كي جاوا الحيوانات هذيك الافعى خافت رجعت للجحر تاعها، بصح ما خلاتهمش مهنيين، دائما مقلقتهم دائما تجي تحب تاكل هذوك الفلالس دائما. واحد النهار هذاك الغراب قال لزوجته قالها لازم نصيبوا حل لهذه الافعى، انا ما قدرتش لهذه المعيشه هذه، كل يوم نعسوا رواحنا كل يوم كل يوم. قالها نروح عند الثعلب، الثعلب حكيم وماكر يعرف بالك يعطي لي حل. راح عند الثعلب قال له شوف 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 انا في هذيك الشجره عندي عش فيه ولادي فيه الزوجه نتاعي، وهذيك الافعى هذيك الخبيثه راهي ضلت حبه تاكل ولادي ما هنتناش. قال له شوف انا اعطيك حل. قال له دوك تجي الملكة مع بنتها يجوا للبحيرة للاستحمام، كي يروحوا باش يستحموا في هذيك البحيرة قالوا شفتهم بعيني عندها قلادة الأميرة تحطها باش ما تشمخش بالماء وتروح للبحيرة للاستحمام. قالوا انت واش دير، ارفد هذيك القلادة وطير بها ورميها في الجحر تاع الأفعى، كي يجوا الحراس يحوسوا عليها هما راح يتفاهموا معها.
ايه قالوا فكره مليحه. اذا الغراب هذاك استنى واحد الاسبوع ولا حتى جاوا شاف الموكب الملكي جايين لهذيك البحيره، جايين الاميره حطت القلاده تاعها وهبطوا، هو بدا يجري هكذا لانه كان الحراس وكامل، خطف هذيك القلاده وراح طار بها، والحراس يتبعوا فيه، رجعها تاع الاميره، رجعها هو طار هكذا ويتبعوا فيه، بعد شافوه رماها في هذاك الغار تاع الافعى، بعد راحوا لهذاك الغار خرجت لهم الافعى، هما خرجت الافعى حبت خرجوا في هذيك الافعى ضربوها هكذا وقضوا عليها وداو القلاده هذيك وتهنوا منها هذيك الافعى الخبيثه. عمو يزيد عمو يزيد، من يعتدي على الضعفاء دون حق فإن الله قادر على أن يرسل من ينتقم منه. برافو 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 برافو. إذا أحبائي الأفعى كانت تتعدى على الضعفاء، على هذوك الفلالس تاع الغربان وكامل بدون حق، وربي سبحانه وتعالى بعث من ينتقم منها. إذا الإنسان ما لازمش يتعدى على الضعفاء لما يكون قوي، بالعكس لما تكون قوي تحسن وتعطف على الضعفاء. يا أخي أحبائي برافو، يلا معايا. إذا أحبائي الإنسان لما يكون قوي ما لازمش يتعدى على الضعفاء بدون حق، بالعكس الإنسان القوي هو اللي يحسن ويعطف على الضعفاء. هذه هي الشيم الجزائري والشيم العربي المسلم أحبائي. يا أخي واش رأيكم دركا؟ أنا نحب هذه الفقرة كذلك، هي فقرة تعرف على مدينتي. راح نتعرفوا دركا مع ميليسا رابح على مدينة البيض. تفضلي بنتي، تفضلي. تحية لميليسا، تحية. مرحبا يا أطفال. مرحبا. مدينة البيض كانت تسمى في القديم جيريفيل، إلا أن أصبحت تسمى بالبيض وتعني التربة البيضاء. تقع في جنوب غرب الجزائر، يحدها من الشمال ولايتي سعيدة وتيالت، ومن الجنوب بشار وأدرار، ومن الشرق ولايتي الأغواط وغردايا. أما غربا النعامة وبشار، تقدر مساحتها ب 78,870 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها بما يزيد عن 228,624 نسمة، وتضم 8 دوائر و 22 بلدية. تعتمد البيض على الرعي والزراعة وتسخر بالأغنام والمواشي ذات الجودة الرفيعة. توجد بها عدة معالم تاريخية وأثرية نذكر منها: قصر بنت الخص، قصر بوسمغون، قصر الشلالة، وتتوفر أيضا على العديد من الواحات والمحطات الحجرية، وتعد من أقدم المناطق لوجود حفريات وآثار الديناصورات. برافو 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 برافو. إذا أحبائي مدينة البيض مدينة جميلة جميلة، فيها آثار حفريات وفيها كذلك سياحة جميلة، فيها واحات جميلة. لازم تزوروا ولاية البيض ومدينة البيض، لأن الناس هم ضيافين، عمو يزيد زارهم وكبروا به بزاف 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 بزاف. نحييهم ونحبوكم نحبوكم نحبوكم. أحبائي لحقنا درك الفقرة اضحك معنا. شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لعمو يزيد؟ نكتة، تعالي بنتي. واسمك الشابة؟ آية هلا. آية، آية هلا، اسمك شباب؟ آية هلا مزيرة. الله يبارك، شحال في عمرك بنتي؟ 10 سنوات. شحال جبتي معدل؟ 8.10. الله يبارك، شاطرة بنتي شاطرة. وين تسكني؟ ولاية بومرداس بلدية جلابين. جلابين الجميلة، الله يبارك. احكي لي نكتة تاعك بنتي. كان معلم قال لتلاميذه ارسموا لي شجرة وفوقها عصفور، قال لهم عندما أصفق ارفعوا لي الأوراق، فعندما صفق رفع كل التلاميذ ورسموا شجرة وفوقها عصفور إلا تلميذ. قال له لماذا رسمت فقط الشجرة؟ قال له لأنك عندما صفقت طار العصفور. طار العصفور. برافو 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 بنتي برافو. شكون اللي عنده نكته جميله يجي يحكيها لي؟ نكته، تعالي بنتي. وين هم اسمك الشابه؟ بسمه.
بسمة، وين تسكني بسمة؟ في ريت بومردس بلدية تجلابين. تجلابين أختك هذه؟ أه. الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك. شحال في عمرك بنتي؟ 8 سنوات. 8 سنوات، شاطرة في الدراسة؟ نعم. احكي لي النكتة تاعك. كان معلم قال لتلاميذ ارسموا لي بحر وفوقه باخرة. رسم كل التلاميذ إلا واحد، فسأله المعلم لماذا لم ترسم البحر؟ قال له خفت أن الورقة تبتتل. تبتل يعني تتشمخ الورقة. برافو 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 بنتي، برافو، شاطرة 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 شاطرة. شكون عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لي؟ تعالي بنتي أروحي. أو صديقي دوكي طيح، تعال 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 تعال. عاود يذكرهم باسمك الشاطرة بنتي. اسمي دنيا. دنيا العلالي الشاطرة، صديقة عمو يزيد اللي يدير معنا الفقرات الجميلة الجميلة الجميلة. قول لهم شحال في عمرك بنتي؟ عمر 11 سنة. 11 سنة وشاطرة في الدراسة. نعم. الله يبارك، حكينا النكتة تاعك بنتي. قال لك واحد راح يمشي لقى مكتوب مزرعة الأبقار، راح سقس الراجل كيفاش يزرعوا البقر. قال له باللي رش السكر في الأرض ينوضوا البقر. راح السيد لمزرعته رش الأرض بالسكر، نط بحر بي قال شحال شابين البقر هما صغار. وش نمل. برافو برافو، طلعوا له النمل. برافو برافو برافو. تعال صديقي تعال ورك رايح، تعال تعال. أحبائي شكرا، لحقنا دركا الفقرة رسائلكم. إذن عمو شيشو جبنا رسائل أصدقائنا الأطفال باش يقراوا مع عمو يزيد، وانتم إذا حبيتوا عمو يزيد يقرأ رسائل تاعكم كما قلت لكم ما عليكم إلا ترسلونا عبر موقع الإنترنت عمو يزيد .com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. شكرا، تحية لعمو شيشو، تحية تحية. شكرا 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 شكرا. إذن الرسالة الأولى، بسمات نهال 10 سنوات، مدينة تلمسان. يا سلام على مدينة تلمسان، الفن والآثار والتاريخ. قالت لك شاهدت حصتكم على الإنترنت أعجبتني، فأنا أحب عمو يزيد والأطفال كثيرا. إذن بسمات نهال من تلمسان، شكرا شكرا بنتي، ربي يحفظك. بن خليفة هاجر 10 سنوات، مدينة قسنطينة وبالضبط من علي منجلي. قلت لكم أحب حصة مع عمو يزيد وكل الأطفال. برافو هاجر بن خليفة بنتي 10 سنوات من علي منجلي بقسنطينة الجميلة مدينة الجسور المعلقة. بن صادق أكرم 12 سنة من الجزائر العاصمة، قال لك أحب حفلات عمو يزيد وأريد الفوز بالهدية. برافو بن صادق أكرم، معليك إلى تشارك معنا عبر موقع الإنترنت عمو يزيد .com ولدي، مرحبا بك. بالعيد وليد 40 سنة، 40 سنة من القنطرة ولاية بسكرة، قالكم نحن جمعية تختص بنشاط الطفل، نريد تنظيم حفل معك يا عمو يزيد، نحن في الانتظار ولنا كل الاحترام والتقدير لكم، نرجو الرد من سيادتكم المحترمة في أقرب وقت وشكرا. بالعيد وليدك يا 40 سنة من القنطرة من بسكرة، وصلت الرسالة تاعكم وإن شاء الله بربي نزوركم في أقرب وقت ونفرح أطفال القنطرة وأطفال ولاية بسكرة اللي مازال ما زرتهمش وراح نزورهم عن قريب عن قريب عن قريب. يا أخي أحبائي الحقنا دركا، أنا نحط صديقي، حقنا دركا للجواب عن اللغز. لما أشبع أنطق بالصدق، ولما أجوع أنطق بالكذب، شكون اللي يعرف الجواب على السؤال؟ عرفتوا؟ كاين اللي ما عرفوش؟ سهل ولا صعب؟ سهل. تعالي بنتي روحي أروحي الشرق. عاودي قولي لهم اسمك. لويزا. لويزا قولي لهم وين تسكني عاودي. سي مصطفى بومرداس. دوري دوري الكاميرا بنتي. سي مصطفى المدينة الجميلة في بومرداس، واش هو الجواب؟
الساعة. الساعة أحبائي، برافو 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 بنتي، برافو برافو. إذا أعطيني الهدية تاعها، أعطيني الهدية تاعها. شكرا شكرا. إذا لويزا بنتي عمو يزيد يعطيك هذه الهدية الجميلة على شطرتك. شكرا. العفو العفو بنتي العفو، تفضلي تفضلي تفضلي. إذا قبل ما نروحوا للفقرة الموالية، ماذا بيا بشرى تجيب لنا الرسم، نشوفوا هذا الرسم اللي دارته لنا بشرى. بشرى أي يوم عالمي اختارت وأي مناسبة اختارت؟ احنا دائما نطلبوا من بشرى باش تدينا رسم في إطار الظرف اللي أنا عايشين فيه. إذا بنتي خذي الميكروفون. أوه يلا. واحد أكتوبر هو اليوم العالمي للموسيقى، وبما أن الموسيقى لغة ليس لها حدود خيرتها هي. برافو. إذن الموسيقى أحبائي لغة ليست لها حدود. أحبائي نقدر نتكلم الموسيقى في كل الدول يفهمونا، ما عندهاش حدود. إذن اليوم العالمي للموسيقى جميل 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 جدا جدا. إذن بنتي بشرى دلنا الرسم في منزل عمو يزيد، باش عمو يزيد راح يعلقهم في كل مكان في المنزل تاعه. شكرا شكرا بشرى بنتي، شكرا شكرا. احبائي في كل مره نحتفلوا بعيد ميلاد طفل ولا طفله في الحصه. اليوم عندنا عيد ميلاد بسمه. تعالي بنتي تعالي بسمه، تعالي 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 تعالي. اذا بسمه تعالي بنتي، عمو يزيد يغني لك عيد ميلادك احلى عيد، واصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكادو تاع بسمه. يلا بنتي تعالي تعالي. اذا يلا غنوا. هاي دوري هكذا باش نغنوا لك. عيد ميلادك احلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. سعادة وهنا إن شاء الله يا ربي بمية سنة، وتعيش أيامها أفراح إن شاء الله يا ربي بمية سنة، وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونات، نزهى الأمراح غني نفرح ونعيش أحلى الأوقات، نزهى نمرح غني نفرح ونعيش أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعو له واصحابه يباركوا له، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو 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 برافو. إذن بسمة بنتي عمو يزيد يشعل لك الشمعة، وحنا نديروا العد التنازلي لبسمة. تسعة ثمانية أربعة ستة خمسة أربعة ثلاثة دور واحد. طفي 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 طفي. برافو 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 بنتي. إذن أعطيني الشهادة تاعها. إذن بنتي بسمة عمو يزيد يعطيك شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد، وانتم أحبائي كل واحد منكم راح يتلقى شهادة باسمه يحتفظ بها كذكرى لإنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد. أحبائي
بسمة، بما أنك رسلتنا على عيد ميلادك وعيدنا لك باش تحتفلي بعيد ميلادك، رامي راعي برنامج مع عمو يزيد يعطيك هذه الهدية الجميلة جميلة. هاكي فرحانة؟ نعم. برافو 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 بنتي. إذا شكرا على الهدية. برافو برافو أحبائي. إذا تقدروا ترسلونا لعيد ميلادكم ولا للمشاركة دائما عبر موقع الإنترنت عمو يزيد بوكم. أحبائي وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم ابقوا رخيص، نونا في الأسبوع المقبل نفس التوقيت. نحبوكم نحبوكم نحبوكم. سلام. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. أنا فرحانين كي جينا دار عند عمو يزيد، ماركيت الأولاد وهاني جبتهم اليوم، راهم فرحانين يعطيكم الصحة. أنا فرحانة كي جيت عند عمو يزيد وحندير لانيفرسال تاعي، يعطيكم الصحة. عمو يزيد على الاستضافة وأشكركم الطاقم. عمو يزيد شكرا. دوزوا حصة ما شاء الله، الله يبارك باش يشوفوا حصة عمو يزيد، دايما نشوفوها في التلفازة. غنانا وفرحنا وصحة عمو يزيد. احنا الهدف نتاعنا انه الاولياء يكونوا على دراية بالبرامج اللي راهم يشوفوهم ولادهم، لانه هذا نداء للاولياء، نقولوا تابعوا ولادكم، شوفوهم البرامج لما يشوفوهم، يا هل ترى هذه البرامج تتوافق مع القيم الجزائرية مع الواقع الاجتماعي الجزائري؟ هذا الشيء المهم والاهم. لذا كي نشوف هكذا العائلات يجيبوا ولادهم وكامل، شرف كبير 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 جدا، لانه احنا على قناعه ودرايه باللي احنا اللي نربي ولادنا. برامجنا وتلفزيوناتنا قنواتنا هي اللي تربي ولادنا على القيم الجزائريه، معليش البرامج الاجنبيه تكون ولكنها تكون تكميليه، برامجنا هي تكون رئيسيه. لماذا؟ لانها مستوحاه من الواقع الاجتماعي. كل طفل وكل ولي امر يشوف برنامج جزائري يحس بلي موجه ليه، يحس روحه معني لانه فيها عده اشياء، قيم عادات نمط معيشي، هذا الشيء هذا اللي يخليه هذيك الحصه يحسها كانها موجهه ليه. لذا دائما نقول للاولياء وكامل تابعوا ولادكم. والله يا اخي صافي بليزير، صافي لونطون نستنوا في هذه ليميسيون هذه بعد لا بيريود اللي كنا فيها ان بو ديفيسيل. الحمد لله هاي لحقت ليميسيون جبنا الدراري فرحناهم الحمد لله. نشكر على المزيد ونشكر على التلفزيون. لا ننساكم لا تنسونا، احببناكم احببتونا، سنعود وانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا، احببناكم احببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد.